السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائي معكم مجددا في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى الأمور ديالكم تكون بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة وعجبكم من طبيعة الحال المحتوى ديال القناة، فرحوني بالاشتراك ديالكم بالضغط على الزر الأحمر زر الاشتراك مع تفعيل الجرس باش هكا إن شاء الله توصلوا بجديد الوصفات. ومرحبا بكم كاملين وحدة بوحدة في القناة، حتى الناس القدام مرحبا بهم وألف مرحبا دار داركم. فكنتمنى أن الفيديو ديال اليوم أخواتي ينال الإعجاب ديالكم. غادي نقدم لكم هكا كيك يومي بدون فرن، وغادي نحضروا ان شاء الله بلاكس كاس بلا حمام مريم، فان شاء الله تابعوا معايا الطريقه ديال الطياب ديالو. فبصراحه الطريقه ديال الطياب كنت شفتها في واحد القناه اجنبيه وعجبتني الفكره وقلت نتقاسمها معكم. كيف ما كتعرفوا حنايا اصحاب القنوات كنقلبوا لكم دائما على الجديد هكا باش تستافدوا حتى نتوما. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم كيك يومي اللي كيجي ناشف خفيف بزاف، كيجي طيب كيف ما كتشوفوا معايا. فهذا هو الكيك ديالنا كيجي خفيف. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروا الكيك ديالهم اليومي تقدروا ديروا المكونات. انا استعملت مكونات اللي كندير دائما معتمده عندي في الكيك اليومي. نتوما بطبيعه الحال كتغيروا اولا كتنقصوا على حسب نتوما اللي بغيتوا واللي متوفر عندكم في البويض ديالكم. بلا ما نطول عليكم اخواتي، خليوا لي لايكاتكم، شاركوا الفيديو مع العائله والاصدقاء، ودابا يلاو معايا نتعرفوا على الطريقه والمكونات ديال هذا الكيك. على بركة الله، فأول حاجة قبل ما نخلط هكا المكونات ديال الكيك، فأول حاجة غادي ديروها هي غادي تدهنوا المول ديالكم. فبالنسبة للكيك ديالنا غادي نحتاجو في الأول هنايا المكونات اللي غادي نوجدو. فعندي هنايا المول اللي ضروري أنكم تقيسوا هكا مع شي طنجرة اللي عندكم كتكون ثقيلة، وضروري أنكم توضعوا المول ديالكم وتشوفوا واش القياس ديالو. من طبيعة الحال عندكم هكا المول ديالكم صغير او لا كبير، المهم ضروري تعبروا هكا باش هكا ماشي حتى تخلطوا الكيك ديالكم وتوضعوا في المول وما يجيكمش في الطنجره ديالكم. والمهم في هذا الكيك انكم تستعملوا طنجره اللي تكون هكا ثقيله. صافي، اول حاجه كنديرها اخواتي فكناخذ هنايا المول كندهنوا مزيان بالزبده. فبالنسبه لهذا الكيك اخواتي ما كنديروش نهائيا الدقيق، بالنسبه للمول ديالنا بالنسبه للزبده هي كافيه، ما غاديش تخلي لنا الكيك ديالنا يلتصق من طبيعه الحال. فاول حاجه كندهنوا مزيان كيف ما شفتوا معايا بكميه اللي كتكون كثيره، وكنوضعوا في الثلاجه حتى الوقت اللي كنحضر فيه الكيك. بالنسبه للمرحله الثانيه اللي غادي ندير فكناخذ هنايا كيف ما كتشوفوا معايا الملح. بالنسبه للملحه فكيف ما كتشوفوا معايا كديروا نتوما الكميه اللي غادي تكفي لكم الطنجره ديالكم. فهاد الطريقه ديال الطيابه اخواتي طريقه لي ساهله بزاف، وكتخرج لينا الكيك ديالنا بحال الا طيبتو هكا في الفرن، كيجي خفيف بزاف. كيف ما شفتوا معايا بالنسبه للكميه اللي وضعت، فدرت هكا الباكيه اللي كدير 10 دريال نص ديال الدرهم كيف ما شفتوا معايا. وبالنسبه للباكيه الثانيه راني استعملت هكا فقط غير ربع ديالها، كانت كافيه باش انني ندير هكا في الطنجره في الاسفل. كنوضعها على نار اللي كتكون مهيله بزاف، وغادي نغطيها بالغطايه ونخليها اخواتي تسخن ليا المده اللي غادي ان شاء الله نحضر فيه المكونات ديال الكيك اللي غادي نحتاجوا ليه ان شاء الله. وكل واحد كيف ما ذكرت لكم كديروا هكا الكيك اليومي اللي معتمد عندكم واللي كينجح لكم. غادي ندير هنايا كيف ما شفتوا معايا جوج ديال البيضات. بالنسبه لهذا الكيك اليومي راه اقتصادي جدا، كنضيف عليه صاشيه ديال السكر الفانيلا، كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، وكنضيف عليهم قبيصه ديال الملح. غادي نخلط الكل بالخلاط الكهربائي كيف ما كتشوفوا معايا حتى كيضاعف الحجم ديال البيض مع السكر وكيولي اللون ديالو بيض كيف ما غادي تلاحظوا معايا بهذا الشكل. دابا غادي نضيف هنايا نصف كاس من زيت المائده. فكيف ما كتشوفوا معايا كنضيفو غير شويه بشويه وانا كنخلط بسرعه كيف ما كتلاحظوا بهذه الطريقه. وهنايا غادي نضيف بالنسبه للقياس ديال الحليب، فعندي كاس ديال العنبه ديال الحليب ولكن نقصت منه 4 كاس. غادي تعرفوا ان شاء الله علاش نقصت هذاك 4 كاس. كندير هنايا في الاول كيف ما شفتوا معايا مع المكونات كاس الى ربع من الحليب اللي يكون في درجه حراره ديال المطبخ. ودابا غادي نزيد الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق فغادي نحتاج اخواتي جوج ديال الكؤوس اللي كيكونوا عامرين. فبالنسبه للكاس الثاني اخواتي كيف ما شفتوا معايا ما عمرتوش، نقصت منه هكا واحد المعلقه كبيره باش هكا نشوف على حسب القوام ديال الكيك. كيف ما كتعرفوا فالنوعيه ديال الدقيق راه كتختلف، حاولوا انكم بالنسبه للكاس الثاني تضيفوا هكا كيكون شويه نقص باش هكا تشوفوا الكثافه ديالكم ديال الخليط. هنايا غربلت الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا، ضروري تغربلوه باش هكا اخواتي ما كيتكورش لكم في الكيك. وكنوضع جوج ديال الاكياس ديال الخميره ديال الحلويات، الوزن ديال كل وحده 8 غرام، يعني المجموع عندي فيها 16 غرام. غادي نخلط الكل وغادي نشوف كيف ما غادي تشوفوا معايا الكثافه ديالو، فغادي يخصو واحد شويه ديال الدقيق.
وغادي نضيف ديك الملعقه اللي نقص ديال الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا، فالقوام ديالو شويه خفيف. وكيف ما ذكرت لكم الكميه ديال الدقيق راه كتبقى على حسب النوعيه ديالو، فبعض المرات كتكفيني جوج ديال الكؤوس عامرين، بعض المرات كيكفيني هكا غير كاس، والكاس الثاني كندير غير كاس الا ربع. صافي غادي نغربلها حتى هي، وغادي نقسم ان شاء الله كيف ما غادي تلاحظوا معايا الخليط، غادي نقسمه هكا باش هكا ندير فواحد الكميه قليله، غادي نزيد فيها هكا الكاكاو والمر. بغيتوا تحضروا الكيك ديالكم فقط بهاد الخليط هكا الابيض فتقدروا ديروه، ماشي مشكل. ونسيت ما ذكرت لكم اخواتي، بالنسبه للاخوات اللي بغاو يعوضوا هكا داك الكاس ديال الحليب، ديروا هكا الكاس ديال الماء، اولا كتضيفوا من طبيعه الحال علبه ديال الياغورت بالنكهه ديال الفانيلا، فعندكم كامل الاختيار من طبيعه الحال اللي متوفر عندكم في الدار. فانا كان عندي هكا الحليب فضفته، وبعض المرات كنديرها فقط هاد الكيك اليومي كنديرها بالماء، فحتى هي كتجي الكيكه زوينه بزاف. صافي هنايا علاش نقصت هذيك الكميه ديال الحليب، كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للكاكاو كيزيد هكا كيتقل لنا الخليط ديالنا ديال الكيك، بعد ما ضفت هكا معلقه كبيره عامره ديال الكاكاو والمر. صافي غادي نضيف هنايا داك ربع كاس اللي نقصت ديال الحليب في الاول، وغادي نخلط مزيان حتى كينسجموا لي المكونات مع بعضياتهم كيف ما كتلاحظوا معايا. فهذا هو القوام ديال الخليط ديالنا ديال الكاكاو. صافي دابا جبت هنايا المول من الثلاجه كيف ما شفتوا معايا، فهنايا راه برد عندي. وبالنسبه للطنجره اللي درت فيها الملح راه سخنات ليا مزيان هذيك الملح اللي فيها. صافي غادي نفرغ هنايا الخليط كيف ما كتشوفوا معايا ديال الكيك بهذا الشكل. بعد ما درت هكا الخليط الابيض فغادي نضيف هنايا في الوسط كيف ما كتشوفوا معايا هذا الخليط اللي فيه الكاكاو والمر. صافي بغيتو ديروا الكيك ديالكم هكا يطيب ماشي مشكل، بالنسبه ليا انا بغيت هكا الكاكاو يجيني هكا شي شويه مزوق في الداخل ديال الكيك، فكناخذ هنايا العود ديال الشواء وكندير بحركه دائريه بهذا الشكل، وكنعاود هكا بالعكس كيف ما كتشوفوا. صافي وغادي ندوز دابا ان شاء الله باش نوضع هاد المول ديال الكيك من الفوق من طبيعه الحال ديال الطنجره. هنايا راه كيف ما كتلاحظوا معايا ما عرفتوش بان لكم اولا لا، فالبخار كيطلع ملي كتحلو هكا الطنجره ديالكم، هنايا راه سخنات. صافي بعد ما وضعت من طبيعه الحال المول، فعندكم هاد الغطايه غادي تغطي لكم طبيعه الحال الجوانب مزيان، فضروري انكم الى عندكم في هذاك الثقب كيف ما غادي تشوفوا معايا فكديروا ليها ورق زبده وكتحاولوا انكم تغطيوها باش هذاك البخار كيرجع على الكيك ديالكم وكيطيب، ودائما على النار اللي كتكون مهيله كيف ما شفتوا معايا. بالنسبه لي انا فهاد الغطاء جاني شي شويه صغير، فغادي ناخذ الغطاء اللي هو كبير وغادي نوضعه من طبيعه الحال باش هكا كتغطى ليا الكيك. غادي نخليها اخواتي 20 دقيقه ونرجع معكم. صافي بالنسبه للكيك فاحتاج معايا 20 دقيقه، كل واحد على حسب من طبيعه الحال الثقل ديال الطنجره ديالكم، كاين اللي غادي يكفيها فقط 15 دقيقه. صافي هنايا باش تاكدوا بان الكيك ديالكم راه طيب فكتشوفوا هكا طالع وناشف من الفوق والجوانب تحمروا كيف ما كتلاحظوا معايا، كتدخلوا هكا عود ديال الشواء ملي كيخرج لكم هكا ناشف كتعرفوا بان الكيك ديالكم راه تحمر وراه طيب. بالنسبه لهاد الكيك اخواتي راه ما كيطيبش نهائيا، اولا ما كيتحمرش لكم من الفوق بحال فاش كديروا هكا من طبيعه الحال في الفران كيف كتعرفوا معايا، وحنا درناه هكا فوق الملح، ولكن ما تخافوش اخواتي راه كيجي هكا طايب بزاف ما تخافوش منه. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه لهاد الملح فما كتحرق ما حتى شي حاجه، فبالنسبه لهذيك الملحه اخواتي ما كنرميهاش، كنحتفظ بها هكا في بلاستيكه، وكندير ليها الطريقه اللي شاركت معكم بزاف المرات بالنسبه للاخوات اللي كيلصق ليهم بغرير اولا الكريب كيلصق ليهم في المقله ديالهم، فكتاخذوا هذا الملح وكتوضعوها في المقله وكتعاودوا تسخنوها، وكل مره كتبقاو كتحكوا بديك المقله ديالكم بالبابي ديال المطبخ، وهكا اخواتي ما كتبقاش تلصق لكم كتولي بحال الا عاد شريتوها. هنايا بعد ما حيدت الكيك فكنقلبوا مباشره وهو مازال سخون، وغادي نخليه ان شاء الله باش هكا يبرد عندي. فهنايا غير مع الاضاءه كيبان بحال الا شي شويه محروق من واحد الجهه، ولكن غادي تشوفوا معايا غادي نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا معايا الكيك ديالنا كيجي واخا سخون كيجي خفيف، اللون ديالو كيجي هكا مذهب كيف ما كتشوفوا معايا، فكيجي طالع. وبصراحه كنصحكم انكم تجربوه خصوصا الاخوات اللي ما كينجحش معاهم هكا الكيك في الفرن، فان شاء الله تجربوه بهالطريقه، انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم.
صافي هنايا غادي نحاول هكا نخلي الكيك من طبيعة الحال غادي نخليه هكا باش يبرد عندي، ومن بعد غادي نزينه بطريقة بسيطة بزاف، والطريقة ديال الزين كتبقى من طبيعة الحال على حسب الرغبة ديالكم. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا بعد ما ولا عندي الكيك دافي ما خليتوش هكا باش يبرد مزيان، نتوما خليوه يبرد عاد زينوه. خديت هنايا شويه ديال نيسلي كراميل كانت واجده عندي في الثلاجه، ممكن تزينوا الكيك ديالكم باي حاجه، بغيتوا تدهنوه فقط بالمربى او تدهنوه بالناباج، فانا خديت هكا باش هكا يجيني اللون ديال الكيك كيجي هكا موحد، يجيني اللون ديالو بحال مذهب هكا من الفوق. فخديت هاد نيسلي كراميل خلطته غير واحد شويه بالمعلقه، ومن بعد دهنت بطبقه اللي كتكون هكا رقيقه صافي. وغادي نزين هنايا بكاوكاو، فبصراحه كان عندي هكا كاوكاو مهرمش وكنت ضايفه ليه هكا واحد شويه ديال الزبده صافي. خديته من طبيعه الحال غير من الثلاجه، كان عندي هكا متواجد في الثلاجه، ومن بعد اخواتي كنبدا كنزين به الكيك. نتوما زينوا باي حاجه عندكم، لوز ايفيلي، كاوكاو ايفيلي، المهم اللي عندكم. تقدروا تزينوا غير فقط بالكوك او خطوط ديال الشوكولاته السوداء صافي. هنايا غادي نقطع لكم الكيك، واخا راه الكيك عندي هنايا مازال ما بردش مزيان، خليوه يبرد وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله كيفاش كيجي. راه كيجينا خفيف بزاف. وإلا كنتو من الناس اللي كيعجبهم الكيك ديالهم اليومي يجيهم حلو، فكديروا كاس ديال العنبه وكتزيدوا نص كاس اخر ديال السكر سنيده. اما الا كنتو من طبيعه الحال من المحبي ديال الكيك اليومي يجيكم بالمذاق ديالو عادي او بالحلاوه اللي كتكون هكا مناسبه، فكاس واحد من السكر راه كافيه. كيف كتشوفوا معايا فالكيك ديالنا كيجي ناجح، كيجي طالع، راه باين لكم اخواتي القوام ديالو كيفاش داير. كيجي بصراحه طيب وخفيف وما كيحتاجش منكم بزاف ديال الوقت، خصوصا هكا الا كانوا جايينكم ضيوف على غفله، فتقدروا تحضروه في 20 دقيقه او الا 15 دقيقه. فنسيت ما ذكرت لكم واحد الملاحظه اخواتي، بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش طنجره ديالهم اللي هي ثقيله، فمن الافضل انكم ديروا طنجره اللي تكون هكا، واخا تكون عندكم خفيفه كتوضعوا من الاسفل ديالها المقله ديالكم الثقيله اللي كطيبوا فيها هكا البطبوط او المخمر، فضروري انكم ديروها في التحت، عاد كتوضعوا ليها الطنجره ديالكم، ومن بعد كديروا الملح والمول ديالكم ديال الكيك باش هكا كطيب لكم الكيكه ديالكم على كطيب لكم على خاطرها وكتجيكم هكا محمره. وهكا كنقول لكم وصلنا لنهايه ديال الفيديو بالنسبه لمكونات هذا الكيك اليومي. الا بغيتوا تحضروا الكيك ديالكم بهاد المكونات ان شاء الله غادي تلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف وفي اول تعليق اسفل هذا الفيديو. ما تنساونيش اخواتي بلايكاتكم، مشاركه الفيديو مع العائله والاصدقاء باش هكا اخواتي تشاف الفيديو عند عدد كبير ديال الاخوات، ومن طبيعه الحال تخليوا لي تعليق اللي دائما كتشجعني، وكنشكر كل وحده كتخلي لي تعليق، وكنعتذر من البنات اللي مازال ما جاوبتهم اللي كيخليوا لي هكا تعليق زوينه وكيشجعوني بها، فكنقول لكم كاملين الهلا يخطيكم. وبهكا كنقول لكم وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتلاقاو مع وصفه اخرى وفيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.